يشكل محور رازح حالة عسكرية خاصة نظرا لاتساع الرقعة الجغرافية التي يسيطر عليها وصعوبة التضاريس وتداخلها بشكل يجعل المعركة تتخذ أسلوب حرب العصابات كتكتيك عسكري. بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الرجال المقاتلين في محور رازح واللي هم اللواء السادس حرس حدود واللواء السابع واللواء الواجب الأول، فبتعاون الرجال وبجهودهم إن شاء الله اللي حنوصل إلى آخر منطقة رازح ومنها صعدة، وهذا عملنا الكبير، والوصول إلى عمران وبعدها صنعاء حتى نوصل إلى آخر معقل للحوثي بإذن الله. وينتشر لواء حرس الحدود السادس ولواء حرس الحدود السابع ولواء الواجب الأول على تخوم مديريات رازح وغمر وشدا ومنبه، ويقدم تحالف دعم الشرعية إسنادا ناريا وقتاليا للألوية الثلاثة. والله رسالتي لهم أنا أقول أن يعودوا إلى صوابهم ويصحوا من الكابوس الذي مخيم فوق رؤوسهم والذي يغرروا بهم والذي يشلوا أبنائهم ومن المدارس ويسحبهم إلى الجبهات ويرجعوا لهم في أكياس موتى بدون علم أهلهم أكثر الناس. الميليشيات الحوثية الإنقلابية حاولت عدة مرات الوصول إلى المناطق المحررة التي تضم مخيمات الهاربين من بطشها، إلا أن تكامل الألوية الثلاثة أفشل تلك الهجمات. يمتاز محور رازح بامتلاك كتائب تدخل سريعة وكتائب للمهام الخاصة تنفذ عمليات التفاف حول مناطق سيطرة الميليشيات ويقدمون الدعم السريع في حال الهجمات الخاطفة. لقناتي العربية والحدث، محمد العرب، محافظة صعدة. مشاريع خدمية ينتظر تنفيذها في عدن، أهمها مشاريع طرق وصرف صحي وكهرباء. المشاريع المطروحة التي بدأت وزارة الأشغال اليمنية في تنفيذها عددها 12 مشروعا في 5 مديريات، وتجاوزت تكلفتها 6 ملايين دولار. في معانا في 2018 الآن دشنا قبل يومين تقريبا حوالي 3 مشاريع، منها مشاريع في التواهي قلعة، إضافة إلى مشروع استراتيجي هام بيكون من قولة الكهرباء حتى النفق التواهي بطول تقريبا ذهابا وإيابا 4 كيلومتر، والمشروع الآخر اللي في القلعة إضافة إلى مشروع في البريقة اللي يخص كود النمر للخيسة، مشاريع كلفتها تقريبا 1,700,000 دولار بطول 6 كيلومترات. ولعل سوء البنية التحتية في عدن والدمار الذي خلفته الميليشيات الحوثية أعقد تنفيذ مشاريع خدمية، كما كلفت الدولة مبالغ طائلة بسبب الإصلاحات المستمرة التي لم تفيد في بعض الأحيان وتحقق حاجتها. اتفاق الرياض هو أعتقد المخرج الرئيسي لانتشار المحافظة هذه وإعادة خادماتها وتأهيلها حتى تتمكن المحافظة بقيام خاصة في مجال الطرق بالذات وشبكة الصرف الصحي، نقدر نوفق ونعيد صيانتها وتأهيلها حتى نتمكن لخلق صورة أفضل حضرية في مجال الطرقات، حتى تستطيع هذه الطرق تقدم وظيفتها خدماتها الطيبة والمباشرة للمواطن البسيط. مكتب الأشغال العامة والطرق يملك دراسات عديدة ودقيقة للاحتياجات الخدمية في عدن، قدم جزءا منها لمنظمات أممية فاستجاب بعضها. ويرى محللون أن عودة الحكومة إلى عدن مع اتفاق الرياض ستشكل تغيرا ملحوظا في الخدمات خلال الأشهر المقبلة. هاني الصفيان، العربية، عدن.
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتوزيع السلال الغذائية على النازحين من قبائل الأزور وقبائل غمر في محافظة صعدة. تقطن قبائل رازح وشدا وغمر في محافظة صعدة على جانبي سلسلة جبال الأزهور الاستراتيجية منذ مئات السنين، وكانت دوما حدودها القبلية بعيدة عن التأثير الحوثي فكريا قبل الانقلاب وبعده. قام علينا بحرب منذ 13 سنة، انتقام على طول، قتل منا من قتل وشرد من شرد وأخذ أموالنا ودمر بيوتنا، أكثر من 40 منزل اللي استخدمنا عوات ناسف. والله يشردونا من أرضنا، شردونا من أرضنا، ما عاد جلسنا في أرضنا، اليوم قفار خالي أرضنا وبيوتنا خارب وكلها. تجنيد إجباري وضرائب كبيرة واعتقالات تعسفية وإعدامات ميدانية، ممارسات يتحدث عنها القادمون من المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات. أهم الانتهاكات الذي كان يقوم بها الحوثي على هذا المواطنين أنه يغتصبهم أن يقاتلوا معه، وهم لا يرضوه ولا يرضوا عقيته ولا دينه، وكان يجيهم لا بيوتهم يقول لهم اتجندوا غصبة بالقوة وجاهدوا معنا، نحن نقاتل، وهو العدو هو للوطن ليس عدو غيره، لأنه عميل الفارسي وعدو تاريخي للأمة العربية. الجيش الوطني اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية حرر سلسلة جبال الأزهور الاستراتيجية وأوجد منطقة آمنة للقبائل النازحة، بينما تكفل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم المساعدات الضرورية. على امتداد البصر مخيمات في المناطق المحررة بمحافظة صعدة، يهرب لها المدنيون من مديريات رازح وغمر وشدا بعد أن فرضت عليهم الميليشيات الانقلابية التجديد الإجباري والضرائب التي أثقلت كاهلهم. لقناتي العربية والحدث، محمد العرب من مديرية رازح في محافظة صعدة. العرب العويدة ضربونا بعون، ما ضاع بيتنا بأضيفة، أنا أصعد ندوري ودي. الطفل عماد محمد عمره 10 أعوام، لم يدخل معركة ولم يحمل سلاحا، بل أن ميليشيات الحوثي قصفت منزل عائلته حيث كان يقطن بسلام وأمان، وتسببت ببتر قدميه. عماد اليوم تحت رعاية طبية متواضعة في مركز تأهيل المعوقين. الطفل عماد يحيى صالح من مديرية دار سعد أصيب في بتر القدمين نتيجة ضربة هاون من قبل ميليشيات الحوثي أثناء اقتحامها المحافظات هذه. وعماد ما شاء الله عليه الآن موجود في مدرسة الشروق للأطفال المعاقين في جمعية رعاية تأهيل المعاقين. مركز تأهيل المعوقين الذي يرعاه عماد مع العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة ليس في المستوى المطلوب الذي يمكنه من رعاية هذه الفئة. أروقة المركز تفتقد لمستلزمات عدة، لكن هذا واقع المركز وسط العاصمة عدن. كل الاحتياجات داخل الجمعية بصراحة لا تليق بأنها تكون للمعاق، كون أن الصفوف غير مؤهلة لأن تكون للمعاقين في من الصف أول إلى الصف رابع، السقوف متدهورة. ندعو جميع المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة ومجال ذوي الاحتياجات الخاصة ومركز الملك سلمان إلى لفتة كريمة تجاه صندوق رعاية المعاقين وتجاه رعاية هذه الشريحة المهمة في المجتمع. وإن بعدت الحرب عن عدن والمناطق المحررة إلا أن آثارها لا تزال واضحة على أطفال عدن. ردفان دويس، العربية، عدن.
تتناثر خيام قبيلة غمر في محافظة صعدة في سفوح الجبال المحررة بمديرية غمر بعد هروب المدنيين من بطش الميليشيات الانقلابية. عائلة عمر تصر على أن يكمل تعليمه في المدرسة المؤقتة. لا لم نعني، بالنسبة هم قد حرم التعليم سابقا، لكن مع هذا التعاون كان لفتتهم كبيرة ولفتة آبائهم لفتة كبيرة، وتعاون وتجاوبنا مع من الطلاب تجاوب كبير، حتى انهم يحاولوا ان يرتفعوا من هذه الاميه ومن هذا الجهل الى درجه العلم والبعد عن الافكار الضاله السيئه. المناهج التعليميه المعتمده هي مناهج الحكومه اليمنية الشرعيه، بعد ان كان الاطفال يدرسون مناهج حوثيه يصفها المعلمون بانها تشجع على العنف والإقصاء. بإذن الله إن شاء الله إنشاء جيل على ما يرام، بإذن الله على التوحيد على العقيدة الصحيحة، بإذن الله يضد يكون ما عنده فكر الحوثي، ما عنده فكر ذولا الذين يغربلون الناس على الفكر الضلال. نقص الفصول دفع المعلمين للتعليم في ظلال الأشجار، بينما يتنقل أطفال مديرية غمر في محافظة صعدة من خيامهم السكنية إلى خيمة المدرسة مرورا بمسالك جبلية تم تنظيفها من الألغام الحوثية. أبناء قبائل الأزهور وقبائل غمر لم تتوقف مسيرتهم التعليمية بعد أن وفر التحالف ما يمكن توفيره للنازحين، وهم بمئات العائلات إلى المناطق المحررة. نحن في أحد المدارس التي تم إنشاؤها للاجئين والهاربين من بطش الميليشيات الانقلابية لاستمرار العملية التعليمية. لقناتي العربية والحدث، محمد العرب من مديرية غمر في محافظة صعدة. الكوليرا حرب موازية تفتك بحياة آلاف اليمنيين، فخلال 3 سنوات اجتاح وباء الكوليرا معظم المحافظات اليمنية وتركزت آثاره الكبيرة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي. منظمة الصحة العالمية قالت في تقرير لها إن اليمن عانى من 3 موجات لمرض الكوليرا خلال الأشهر 23 الماضية، كانت محصلتها وفاة 3716 شخصاً معظمهم من الأطفال، وإصابة أكثر من 2,037,000 آخرين. معظم الإصابات المشتبه بها والمؤكدة بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية سجلت في محافظات تسيطر عليها الميليشيات، وهي عمران والمحويت وصنعاء والبيضاء وذمار، فيما سجلت محافظات حجة وإب والحديدة وتعز أعلى معدلات الوفيات بالكوليرا جراء انهيار القطاع الصحي وارتفاع معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال. وما يزيد من تعقيدات الوضع الإنساني في البلاد أن الحرب تسببت في تعطل شبكات الصرف الصحي وإيقاف نفقات مشاريع المياه وحرمان ملايين اليمنيين من الحصول على المياه النقية. ورغم العراقيل التي تصنعها ميليشيات الحوثي ومنع دخول لقاحات الكوليرا أكثر من مرة، أعلنت منظمة يونيسيف عن نجاحها في إدخال 500,000 جرعة لقاح للكوليرا استعدادا لتنفيذ جولة ثانية من عملية التلقيح خلال العام الجاري. المأساة الأكثر قساوة في حياة اليمنيين هي الألغام التي حصدت الآلاف من الضحايا بين قتيل وجريح من المدنيين والعسكريين.
حقول من الألغام زرعتها ميليشيات الحوثي في محافظات عدة يتم التعامل معها بجهود متواصلة ومكثفة يقوم بها المركز الوطني لنزع الألغام ومشروع مسام السعودي والفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني. المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لنزع الألغام العميد أمين صالح العقيلي قال إن اليمن يواجه كارثة إنسانية نتيجة حقول الألغام العشوائية التي زرعتها الميليشيات الحوثية في مساحات واسعة من البلاد، مشيرا إلى أن الحوثيين زرعوا أكثر من 1,000,000 لغم تم نزع أكثر من 500,000 لغم حتى اليوم، وأن الألغام التي زرعها الحوثي متنوعة، منها مضادة للدبابات وأخرى مضادة للأفراد. الحوثيين زرعوا بكثافة عبوات ناسفة تعمل بالريموت كنترول أو بواسطة دوائر كهربائية أو بالأشعة الحمراء، وأنه تم تسجيل أكثر من 6,000 ضحية من المدنيين معظمهم نساء وأطفال. وبحسب تقييمات البرنامج فإن أكثر المناطق المتأثرة بالألغام هي الساحل الغربي ومحافظات تعز وعدن وأبين والجوف ومأرب وشبوة وحجة ومحافظة الضالع. ولفت العقيل إلى أن الحوثيين زرعوا الألغام بطريقتين، الأولى منظمة بموجب خرائط والثانية عشوائية شملت كل المناطق، مشيرا إلى وجود صعوبات كبيرة تواجه عمل البرنامج، منها عدم المقدرة على الوصول إلى جميع المناطق نتيجة استمرار الصراع وعشوائية زراعة الألغام وعدم توفر خرائط لنزعها. تحت خط القهر، تقرير لمكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء رصد أكثر من 25,000 انتهاك من قبل ميليشيا الحوثي ضد المواطنين في العاصمة منذ العام 2017، وتصدر العام الجاري النسبة الأعلى بما تجاوز 45%. أطالب الحقوقيين والناشطين والمهتمين بالملف الإنساني أن يطالبوا الأمم المتحدة بالقيام بدورها في هذه الأعمال السلبية والانتهاكات والجرائم. الانتهاكات الحوثية وبحسب التقرير تمثلت في القتل المباشر بأكثر من 270 حالة والتعذيب بما يفوق 100 حالة، بعضها تسبب في شلل كلي وإعاقة دائمة وفقدان للذاكرة. يلي ذلك الإخفاء القسري ونهب الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى تجنيد الأطفال وانتهاك حقوق المرأة. طبعا ما يتم رصده وتوثيقه هو النزر اليسير، يعني شيء قليل جدا مما يرتكب في في في, في الواقع، والكثير من الضحايا يمتنعون ويعني لا يتحدثون عن الانتهاكات التي يتعرضون لها خشية بطش الحوثيين. انتهاكات يقول التقرير إنها باتت تتزايد وسط صمت من المنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، داعيا الأمم المتحدة لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم والضغط على المنظمات المعنية لكبح جماح ميليشيات الحوثي ووقف انتهاكاتها ضد المدنيين.
طهران تنفق الأموال بسخاء، بينما الشارع الإيراني ينتهز الفرصة بين حين وآخر للخروج في مظاهرات للمطالبة بتحسين ظروفه المعيشية. مفارقة غريبة سببها أن هذا الدعم لا يذهب إلى الشعب الإيراني بل إلى وكلاء إيران وأذرعها في الخارج. تقرير نشره موقع ذا هيل الأمريكي كشف عن مصير مليارات الدولارات التي يدفعها النظام الإيراني لميليشيات تدور في فلكه، خاصة في لبنان وسوريا والعراق واليمن. وبحسب التقرير قدمت طهران دعما ماديا وبشريا كبيرا لنظام الأسد في سوريا، حيث أنفقت عليه نحو 15 مليار دولار وفقدت أكثر من 2300 من مقاتليها لحمايته، بينما تتحصل الميليشيات الموالية لطهران في العراق على ما يصل إلى مليار دولار سنويا تضمن لطهران التدخل في الشأن العراقي عبر وكلائها. وفي لبنان تحصل ميليشيات حزب الله على أكثر من 830 مليون دولار سنويا، بينما تتلقى حركة حماس دعما إيرانيا يبلغ 360 مليون دولار سنويا، وهو نفس الرقم الذي يقول التقرير إن طهران تقدمه للميليشيات الحوثية في اليمن بمعدل يبلغ 30 مليون دولار شهرياً. الدعم الإيراني للحوثيين والذي ذكره التقرير الأمريكي يتطابق مع تقرير سابق للجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بشأن اليمن، كان قد أشار إلى استغلال إيران للنفط لتقديم الدعم لوكلائها، وأن اللجنة تحقق في هبات من الوقود بقيمة 30 مليون دولار تقدمها إيران شهرياً إلى الحوثيين. وكشفت تقارير أممية أخرى عن حصول الحوثيين على صواريخ باليستية إيرانية. الحكومة الشرعية والتحالف أيضاً يتهمان إيران بتزويد الحوثيين بالتقنيات العسكرية والأسلحة والخبراء. يمن الإيمان والحكمة والصبر والصمود والجهاد والانتصارات، هو يعلم بشكل واضح وصريح وهو قادر على ذلك. شعوب منطقتنا، حركات المقاومة يجب أن تعتز بهذا الإعلان وترى فيه عامل قوة جديد وإضافي ومهم واستراتيجي، لأنه اليمن وموقع اليمن والبحر الأحمر وأيضا قدرته إلى الوصول إلى كيان العدو، وما كشف أوراقه، وما قال شو بده يضرب وين بده يضرب وبأي جغرافيا، أقصى الضربات. رسالة سياسية أود أن أختم بها هذا الأمر، رسالة سياسية عظيمة جدا، إنه شعب بعد 5 سنين حرب وعشرات آلاف الشهداء بالحد الأدنى من مقاتلين ومدنيين ومئات الآلاف المهددين بالموت بالكوليرا والمرض، وبلد محاصر اقتصاديا وماليا، وحكومة صنعاء لا تملك حتى أن تدفع رواتب للموظفين في الكثير من الأحيان، ويتعرضون لأشد الصعوبات والتهديد والتهويل والغربة، ومع ذلك يحضرون بهذه الأعداد الهائلة ليعبروا عن موقفهم وعن ثباتهم. هذه رسالة قوية لكل طواغيت العالم. بعد أشهر من الهدوء، قصر المعاشيق في عدن يستعد لاسترداد كامل زخمه السياسي.
رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبد الملك وبموجب اتفاق الرياض سيصل إلى العاصمة المؤقتة عدن ليبدأ بتطبيق نقاط اتفاق الرياض التاريخي، وهو الأمر الذي يتطلع إليه المواطنون كثمرة غالية للمصالحة الوطنية. إن شاء الله يكون هذا الاتفاق مصلحة للجميع، للبلاد كاملة، مصلحة اليمن بشكل كبير إن شاء الله. اتفاق الرياض يلقي بظلاله الإيجابية على عموم المناطق المحررة، لا سيما في العاصمة المؤقتة التي شهدت جرعات مكثفة من التفاؤل السياسي، وذلك مع اكتمال التسوية السلمية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. واليوم يتطلع المواطنون في عدن وفي عموم المحافظات المحررة إلى تنفيذ بنود الاتفاق والتي من شأنها أن تحسن وضعهم الأمني والمعيشي. خرجات الحوار لازم تقوم تنفيذها يعني من كل القوى السياسية ما فيها يعني الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي. الترحيب الشعبي والنخبوي الواسع باتفاق الرياض يعكس جملة من الدلالات السياسية، أولها حاجة اليمنيين الماسة إلى إعلاء كلمة التوافق والمضي نحو مرحلة البناء، وثانيها قدرة المملكة العربية السعودية على تدشين مسار الحل السياسي بعد أن نجح سابقا في تغيير المعادلة العسكرية. بين توافق السياسيين وتفاؤل المواطنين يعيش المشهد اليمني مرحلة استثنائية يراها الكثيرون مقدمة لبدء صفحة جديدة صوب إنهاء الانقلاب الحوثي وإحلال السلام وبدء دوران عجلة التنمية في اليمن. ناصر حبتر، موفد قناة الإخبارية، ساحل أبين، عدن. يستعد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لإعادة افتتاح مستشفى عدن العام في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أشرفت الشركة المنفذة على الانتهاء من إعادة تأهيل وصيانة المستشفى، وأضيف إلى المستشفى مركزا متخصصا للقلب، ويستفيد من هذا المشروع الطبي آلاف اليمنيين من 5 محافظات يمنية. وتضمن المشروع إعادة تأهيل المستشفى بالأعمال المعمارية والإنشائية وإصلاح واستبدال الأنظمة الكهربائية والميكانيكية وشبكة الغاز الطبي وتوريد وتركيب التجهيزات الطبية المختلفة. وتبلغ التكلفة المالية للمشروع 25 مليون دولار أمريكي. ويعد مستشفى عدن العام صرحا طبيا تأسس في العام 1990 بتمويل من المملكة العربية السعودية ليخدم آلاف المرضى اليمنيين. وتبلغ التكلفة المالية للمشروع 25 مليون دولار أمريكي. ويعد مستشفى عدن العام صرحا طبيا تأسس في العام 1990 بتمويل من المملكة العربية السعودية ليخدم آلاف المرضى اليمنيين. وبسبب الحرب التي شنتها ميليشيا الانقلاب في العام 2015 دمر المستشفى بقذائف صاروخية ونفبت كل معداته وأجهزته لتخريجه عن الخدمة وتحريم آلاف المرضى من خدماته الطبية. وتحرص الحكومة السعودية من خلال منحها المالية المتواصلة بدعم وتمويل القطاع الصحي في اليمن وبناء وتشييد المستشفيات ودعمها بالأجهزة والمعدات الطبية لتخدم الشعب اليمني في كل محافظات اليمن. تحظى مدينة عدن وبقية المحافظات المحررة باهتمام ودعم من المملكة، والتي تعمل بالتنسيق مع الحكومة اليمنية في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية. ويرى الكثير أن اتفاق الرياض يمثل مرحلة جديدة من البناء والتنمية، وستسهم المشاريع المنفذة من المملكة في تنمية المحافظات المحررة التي ستنعكس إيجابا بخدماتها على اليمنيين. لقناة الإخبارية، عبد الفتاح غلاب، عدن. منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية الطبية في بيان رسمي تعليق العمل في مستشفى تديره بمدينة المخا الساحلية جنوب غرب اليمن بعد تعرضه لأضرار جراء هجوم بصواريخ وطائرة مسيرة
نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا. الاستهداف طبعا كعادة الميليشيا الانقلابية يعني لا تميز بين الأهداف المدنية والإنسانية وبين الأهداف العسكرية، وللأسف هي عمدت على استهداف المنشآت المدنية وعمل المنظمات الإنسانية، والهدف هدف منه هدف سياسي بحت. استهداف المرافق الطبية هذا من قبل ميليشيات الحوثي لم يكن الأول ولن يكون الأخير، فعلى امتداد الخارطة اليمنية استهدفت ميليشيات الحوثي عشرات المباني الطبية والخدماتية خلال سنوات حربها ضد اليمن. المتضرر الأول والأخير من هذا الاستهداف هو الشعب اليمني، بحيث أن تعيق هذه المنظمات عن تقديم خدمات للمواطن اليمني، وبالتالي يجد المواطن اليمني نفسه تحت ضغوط عدة. هذا أعتقد حسابات خاطئة بالنسبة للميليشيات الانقلابية، لأنه بالأخير هي يعني المجتمع الدولي يعني على بينة من هذه السلوكيات والممارسات. تعليق المنظمات الصحية والإغاثية لأعمالها في بعض المحافظات اليمنية فاقم من الأزمات الإنسانية وقرب المجاعة رويدا رويدا بين ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وهو الهدف الذي تسعى الميليشيات لتحقيقه حسب مراقبين. تحركات ميليشيا الحوثي تزيد من أوجاع اليمنيين في وقت تحاول فيه المنظمات الإنسانية علاج تلك الأوجاع، لكنها أمنيات باتت صواريخ الحوثي المدعومة من إيران تنسفها في كل حين. ناصر حبتر، موفد قناة الإخبارية، عدن. تصاريح دخول إلى ميناء الحديدة، 7 سفن رأسية تحمل على متنها مشتقات نفطية، 4 منها دخلت الميناء خلال 24 ساعة الماضية. اللجنة الاقتصادية الحكومية أوضحت أن السفن دخلت إلى ميناء الحديدة بعد أن منحتها الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية تصاريح دخول بناء على مقترح مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وأنها مستمرة في مناقشة الآلية المقدمة من المبعوث الأممي لتطبيق مبادرة الحكومة لإدخال جميع سفن الوقود دون أي عوائق من الميليشيا الإنقلابية كخطوة هامة لتعزيز نجاح اتفاق ستوكهولم. السماح بدخول 7 سفن محملة بالمشتقات النفطية، منها 4 سفن خلال 24 ساعة الماضية، كان بجهود كبيرة قادتها الحكومة الشرعية ممثلة بالمشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وقيادة التحالف العربي. كانت هذه خطوة إيجابية لتطبيق عملي وفعلي لاتفاق ستوكهولم، لكن في الواقع سبق ذلك عملية استنزاف للمشتقات النفطية في المناطق التي تقبع تحت سيطرة الميليشيا الحوثية. اللجنة الاقتصادية أشارت إلى أن منح تصاريح السفن جاء بناء على استراتيجية التخفيف من معاناة المواطنين ودعم جهود المجتمع الدولي لإعادة الأمن والسلام واستعادة الدولة. الميليشيا الانقلابية ورغم تدفق السفن المحملة بمختلف مواد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، افتعلت أسوأ أزمة مشتقات نفطية في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها، ما دفع عددا من محطات الوقود إلى إغلاق أبوابها أمام المواطنين. في ميناء الحديدة ترسو 7 سفن محملة بالمشتقات النفطية بعد منحها تصاريح دخول من قبل الحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية. وفي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا الانقلابية تفتعل الميليشيا أسوأ أزمة في المشتقات النفطية. محمد الحذيفي، الإخبارية.